كانسيلو بغير لعب من اليمين للشمال جهة أين هارت. أين هارت بيلعب لكيفن كالبان, كالبان بيطولها أيضا على طول تلعب ما بيتشا يحط له جول 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 دف 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 حقيقة بيسجل هدف, دف بيسجل هدف, هدف 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 من خطأ من حارس المرمى محمد دعية. ما عليش الدعية وهذه الجماهير حقيقة, هذه الجماهير الإيرلندية اللي قاعدة تحتفل بصعود منتخبها رسميا. خلاص أتوقع بأن المنتخب الإيرلندي خلاص صعد 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 مع بقية المتأهلين. وفعلا هدف جميل جدا وخطأ من حارس المرمى, خطأ فاتح حقيقة من محمد دعية. وشوف محمد دعية فلتت من حارس دعية وداخل جول محرز منها دوف, الهدف الثالث لمنتخب إيرلندا. ثلاثة إيرلندا لا شيء السعودية. دوف بسجل الهدف قبل نهاية زمن الشوط الثاني من المباراة بدقيقتين, دقيقة 43. العويران حسين عبد الغني تلعب على طول توصل أقرب, هذا محمد دعية يتحصل عليه. معلش يا محمد والله العظيم انك احسن واحد من افضل حراس المرمى في اسيا, ولكن طبعا الضغط النفسي ويعني اخطاء المدافعين ترى يتحملوها, ايضا المدافعين يتحملوا اخطاء كبيره في هذه البطوله من منتخب السعودي الشقيق. وعندما تلعب السعوديه والله نشعر احنا كعمانيين ايضا بان منتخب عمان هو اللي